مشاهدينا، نهار الأحد دايما نهار مميز، وبموسم الصيف الدهرات والمشاوير بتكتر، وخاصة نهار الأحد لما العائلة كلها بتجتمع. اليوم رح نقترح عليكم مشوار مميز عبر البحر، رح نعمل رحلة بالبحر مع رياضة السيلينج، تنتعرف أكثر على هالنشاط مع اليوم باستوديو من نادي الإكس كلوب السيد أسعد الرئيس. صباح الخير أسعد. صباح النور. كيفك اليوم؟ صباح مش الحال. منيح؟ تمام. لما بنقول سيلينج أو رحلة بالبحر بالقارب، رحلة مميزة ولكن بتختلف عن رحلات البحر اللي نحن معودين عليها باليخت أو باللانش، خبرنا شو الفرق؟ هلا الفرق بكلمة واحدة فيها نختصرها هي ريلاكسيشن، يعني الهدوء. بتشوف كل ثلاث ارباع البورس بلبنان كله سبيد بوت، لانه طبيعه الانسان اللبناني ليفل تبع ستريس عنده عالي، فبحب الادرينالين على طول يعلى على طول معه، فبيتجهوا للسبيد بوت. هلا المركب الشراعي او الفواليه نتجه للسبيد بوت، سبيد بوت لنفش خلقنا؟ ايه تنفشوا خلقه، تعي يعلى الادرينالين هيك بينبسطوا اكثر. هلا الفواليه غير قصه، هدوء تام، روعه، شعور غير كليا يعني. ولكن تقنيا شو الفرق يعني بال تقنيا هي السرعة. ما في موتور؟ سبيد بوت لا في موتور. الفواليه السيل بوت يعني السيل بوت الفواليه في شراع وفي موتور صغير بس تيوقفوه بالبول، ولكن ما بنسمع صوته مثل الصوت القوي باللانش او باليخت. ابدا يعني هدوء، وكمان من الناحيه البيئيه اكيد افضل. اكيد افضل بكثير، ما في مازوت، ما في تلوث المي، ما في شيء. طيب قبل ما نحكي عن نشاطاتكم المختلفة بالإكس كلوب ونحكي بالتفصيل عن السيلينج، بدنا نشوف الفيلم اللي شفته معك أسعد. تفضلوا. رجعنا لاستوديو اسعد بعد هالمناظر الحلوه والمشاهد الحلوه من بي، بدي اياك تطلع. هلا عم نطلع، هلا عم شوف البوت من جوا، هو معمول من اربع اوض نوم مع صالون صغير، اكيد كيتشينات و... هذه السيل بوت اللي موجوده عندكم انتم بالاكس كلوب؟ مزبوط. شو اسمها بعد كل؟ اسمها ايران. 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 اوكي، خبرنا شوي عن مواصفاتها. هي معمول من اربع اوض نوم وصالون صغير كيتشينات، تقريبا بالساعة بين ال 18 وال 20 شخص ماكسيموم تشارج تبعها. الانطلاق نحن بننطلق من مارينا دبي، والجروب اللي بيطلع معنا هو بنقي الديستنيشن لوين بده يروح، او بيروح صوب الشمال، جونيا، جبال، عندنا جزر بطرابلس، نوبرمون، او بيروح صوب راس بيروت، جية، هالمناطق هونيك. يعني بكل بساطة هذا مشوار مميز من نوع آخر، بنشوف لبنان من الناحية البحرية. مزبوط. يعني نحن بالبحر وعم نشوف لبنان. مزبوط. بتشوفي لبنان بطريقة مختلفة، بتشوفي جماله بطريقة يعني بوينت اوف فيو كثير مختلفة عن العالم كله. عادة نحن بنروح على أماكن حلوة، مطاعم حلوة، عادات حلوة، تنشوف البحر وجمال. مزبوط. البحر هلا عم نشوفها بالعكس، نظرة عكسية. مزبوط. مثل ما بشوف هون كان انطلاق من مارينا دبي. هلا حجمه هو 43 فيت يعني 13 متر تقريبا، وفيه اربع غرف نوم. اربع غرف نوم تقريبا، يعني بس اذا بدنا نروح مثلا نسافر فيه على قبرص بساع 10 اشخاص بتقدر تسافروا. هلا اكيد قبرص، اكيد قبرص بتنظموا رحلاتك؟ بننظم على اليونان على قبرص، حتى نروح على تركيا على مرمريس. قد ايه بياخذوا وقت هيك مشوي مثلا يعني على قبرص؟ مثلا من هون على قبرص بدنا شيء 18 ساعة. 18 ساعة. هلا في كمان الهواء بيلعب كثير دور مهم، يعني سرعة الهواء، كل ما يقوى الهواء كل ما عندك سبيد أكثر وأكثر. تقريبا بيمشي الفوالية شي 8 عقد، يعني شي 12 كيلومتر بالساعة. سرعة البوت سرعة البوت تقريبا شي 12 كيلومتر بالساعة.
هلا بقلب البوت الناس اللي بيطلعوا مثلا نحن بناخذ جروبات بيرث داي باتشيلو بارتي، يعني فيكم تحتفلوا باكثر من مناسبه. ايه اكثر من مناسبه مضبوط، وكل واحد بطريقه مختلفه بيحتفل. مثلا بيجيني جروبات بيعيشوا السيمينج بطريقه مختلفه جدا، يعني مثلا بوصل على الجبال بحسوا حلو انه هن فينيقيه، هلا بنشوف صور بحسوا حلو هن فينيقيه، بلشوا يقولوا لي نزل الشراع مول كذا، وصلنا على جبال ناس بحسوا حلو بايرتس. عرفتي هي تجربه هالقد بتختلف عن تجربه اليخت او اللانش. ايه اكيد اكيد، يعني شعور رائع، يعني السينك ما بتحس، ما فيك تفسري شعوره غير ما تجربيه انت، لانه اسعد هي رياضه اكيد مش هينه ابدا، يعني لا رياضه صعبه، بدها ثبات، بدها اندورنس، بدها يعني اندورنس فيزيك قويه، بدها يعني بدها تقليك شو. بلبنان السينك كثير ضعيفه لانه سبورتس بعده كثير جديد عم يتطور شوي شوي. ليش ما فيها هالقد اقبال؟ ما قلت لك ليه، لانه اللبناني بحب بحب كثير السرعه، بضل هايبر يعني، السرعه والقوه. ايه مزبوط، هي بحبها كثير اللبناني، بس لانه بضل هيك ستريسي ومهايبر لازم بالقليل لازم بالعكس بس يجي يعمل نشاطات للمحل هذا. مزبوط كثير. هلا بنشوف هون الجروب كان معنا عمل بايرتس، حس حاله انه هو بايرت وجاب فروده ومفروده معه كمان بيعيشوها بيعيشوها، يعني بس يطلعوا على البوت وانتم بتمشوا معهم. نحن اكيد ما نمشي مع الكل، انتوا عاملين بايرتس حاطين مكياج ما مكياج. هون شو كانت المناسبه؟ كان بس هيك، هذا الجروب على طول بيطلع معي، كل مره بيطلع بنقي تام يعملوا شيء، هالمره نقى يكون بايرت. وين كان مشواركم هون مثلا؟ رحنا على جبال. رحتوا على جبال من دبي؟ انتم دائما بتنطلقوا من الديستنيشن تبعنا دبي منطلق. هلا بيروحوا بيتغدوا بمطاعم، فينا ننزلوا بيتغدوا بمطعم نرجع بنردهم. طيب هلا اجوا لعندكم بدهم يختبروا هالرياضه، بيحجزوا معكم تيطلعوا على السيل بوت، ولكن مش هن فعليا اللي بيشغلوا السيل بوت. هلا فعليا حابب يتعلم هو وعائلته مثلا انه يختبر هالرياضه. مزبوط. في مجال؟ اكيد. هلا اللي بيطلع تريب معنا بيكون معه كابتن، وبيكون معه واحد مع الكابتن كرو اكيد. هلا اكيد هو بيمشي له البوت. هلا اذا هن حابوا يجربوا ويتعلموا السيلينج اكيد ما في بروبلم، نعلمهم نعلمهم كيف بياخذوا سرعه الهواء، كيف بده ياخذوا الديستنيشن المضبوطه تيمشي البوت. اكيد التيم يعني بيكون موجود معهم بيتعلموا، في مشكله بيتصيدوا سمك بيسبحوا. قلت لي بدها قوه جسديه، ليش اسعد؟ من بدها قوه جسديه يعني مثل ما بنشوف هلا يعني فوليين انه بدنا نحركه. ايه اكيد بدك تفتح الشراع ايه بدك تفتح الشراع، بدها اندورانس فيزيك يعني منا هينه يعني الشغله. هلا احنا شفنا فوليه كبير، قبل في فوليات اصغر كمان بدها اندورانس فيزيك، يعني بدها الشغله. طيب شو النشاطات اللي ممكن نعملها على السيلبو؟ هلا ممكن بتعرف نحن نهار الاحد هالفقره اسمها مشوار، ودائما بنحب نقترح مشوار حلو ومميز مخصص للعائله كلها، وكل افراد العائله بتقدر تشارك فيه. مزبوط. شو ممكن نعمل كعائله عندكم بالسيارة؟ كعائله فينا ناخذهم مثلا يتغدوا بمطعم، يقضوا نهار بمطعم، نرجع نجيبه، بتصيدوا سمك، بيعملوا حتى باربيكيو على البوت. في مجال يوقفوا هيك بنص البحر وينزلوا يسبحوا؟ يوقفوا بينزلوا بيسبحوا، بيستعملوا الزود اللي بيعملوا بارمي. صيد السمك كيف؟ صيد سمك كثير منيح. كيف اكيد. شو؟ صيدوا سمك. بيجيبوا معهم الاغراض او انتم بتكونوا مجربين؟ لا في عندنا بالبوت وبيجيبوا كمان اغراضهم. في باربيكيو بقلب البوت كمان، فين ياكلوا السمكات يعني؟ ايه بيشو بيتصيدوا وبيشو. ايه بس مين بنظف السمكات؟ هني كمان بنساعدهم فيها. اختبار كامل. ايه بيعيشوا كل الفيلينج تبع البحر. طيب قلت لي اكثر من مناسبه، في ممكن يكونوا في يعملوا بيرث داي، عيد ميلاد، مزبوط، باتشلر بارتيز، غدا، انه جروب اصحاب بحبوا يقضوا نهار يعني بطريقه مختلفه هالمره بالبوت. هن بنقوا. طيب اللي حابب يحجز عندكم شو المفروض يعمل؟ قد ايه قبل بوقت؟ قبل بون ويك اكيد، بجمع على الاكيد خصوصا هلا الموسم. بيتصل على الرقم فيك تقول رقم اوكي 03551145 و70551145 قبل باسبوع؟ ايه مينيموم قبل باسبوع. طيب الطقس قد ايه بيلعب دور بنشاطاتكم؟ الطقس بيلعب كثير دور مهم، لانه الهواء مصدر للبوت يعني تيمشي. هلا بنشوف هون كيف كان عم يفتح السيل، بوت هيوج يعني كثير كبير البوت منه صغير، وال بنشوف عم بشوف ناس عم تصيد سمك. كثير سيل بوتس بلبنان؟ تقريبا لا مش كثار السيل بوت، عم بتشوف البورز اكثريتهم سبيد بوت، بالقطي السهل اكثر شيء في السيلينج بوت.
الفول عم تفتح. هذا زودك بيستعملوه اذا بده يبرم مشوار وحدا. شو بتحس لما بتكون على سيل بوت؟ بتحس انه انت بايدك من ورا شغل ايدك انت اللي عم بتحرك هالقارب اللي بالنهايه هو قارب ضخم، وعنصر الهواء والطقس كمان بيلعب دور كثير مهم. قوه الهواء هي بتتحكم بالشراع، يعني بنوصل لنفس الادرينالين اللي حكيت عنه بس بطريقه مختلفه. بادرينالين شوي هادي شوي صغير، يعني بتشوفي هدوء روعه. ما فيك توصفي شعور السيلينغ غير ما انت تجربيها. في خطر اسعد؟ في خطر يعني لا ما في خطر، اوقات بعواصف أكيد او أكيد. هلا نحن قبل ما نطلع بالمي بنعرف سرعه الهواء، بنعرف الموج كيف، يعني اذا كان هواء قوي فوق الخمسة بوفور وهيك ما بنطلع عالم، لانه بصير في ريسك، يعني انه العالم ما بتعرف بصير ريسك، يعني لانه الفواليه اوقات بطوب بيمشي يعني بطريقه منحنيه شوي، بميل اكيد لانه الهواء ضرب الهلمان بده يميل بشكل خطوره، يعني ما بنطلع عالم بهواء هيك. بيكفي شخصين لقارب هالقد حجمه؟ ايه بكفي كابتن واحد. بتطلبوا من الاشخاص اللي موجودين معكم ليساعدوكم؟ اوقات بس انه بس يكون ماشي بالبحر لا ما في بروبلم، بتحكم فيه طبيعيا. طب انترتينمنت على القارب شو في؟ موسيقى؟ هلا موسيقى في سيستم ساوند بقلبه، سيستم ساوند، في غاز، في برات، في كل شيء يعني بعزوه موجود بقلبه، يعني كانوا موجودين ببيتهم؟ كانوا موجود ببيتهم بيرتاحوا، كانوا ولكن ببيتهم ولكن بوسط البحر. بوسط البحر. مكلفه رياضه مكلفه مش كثير مكلفه بس نحن بندعي كل العالم تجربها. اكيد ارخص من سبيد بوت 100% لانه ما عم نستعمل فيول وهذه كلها بتاثر، ارخص بكثير. بندعي العالم كلها تجربها وكلها تعملها، لانه عن جد سبور كثير حلو كثير، يعني بتشوفي كل دول اوروبا بتستعمل السيلينج بوت ما بتستعملها سبيد بوت كلها، بس نحن دوماج انه البحر عندنا بلبنان فقير للجزر، خاصة انه عندنا نحن مناظر بتجنن يعني بمختلف المناطق اللبنانية. مزبوط. فكيف المنظر من البحر على هالمناطق؟ بعد طلعت صورة لجوني بالبحر كثير حلو. بتعملوا رحلات بالليل؟ ليل ونهار بنعمل رحلات، هن بنقوا يعني الوقت اللي بدهم اياه حسب الريزرفيشن، يعني بنقوا. الشروط بتختلف بين الليل والنهار؟ لا لا هي زيتها، بس انه بالليل بنقدم وراء للامن العام انه رايحين باسامي كذا وبننطلق وبنرجع. لازم تقدموا كل الاسامي اللي بتطلع بالليل بس. عادي بنعمل برمي وبنرجع، لانه اذا صار شيء بالليل بكونوا هن موجودين. مين بتلاقي من افراد العائله بينبسطوا اكثر شيء بهالمشوار؟ بشوف الاولاد بينبسطوا كثير. ليه؟ شو لانه بيعيشوا شعور حلو انه بس يتصيد سمكه ويطلع له سمكه وهو ينظفها وهو يشويها، عن جد انه بحس بشعور حلو كثير. طيب هيدي السيلينج، رياضه السيلينج احدى نشاطاتكم بنادي الاكس كلاب، خبرنا شوي شو عندكم نشاطات اخرى؟ نحن بالاكس كلاب بنعمل كل شيء اكستريم سبور، نعمل رابيل اكستريم سبورتس، يعني رياضات بتتطلب القوه جسدية وكمان الثبات مثل ما حكينا. مزبوط. بنعمل رابي، بنعمل اسكالات، سكوبا دايفينج، جرافتينج، كل هاللعب. ليش هالنوع من الرياضات اسعد بس؟ لانه لك نحن كان عندنا تيم كان شباب كنا مش منظمين وعندهم قدرات فيزيك قويه الشباب وبيعملوا كل هالسبورتس، فجمعناهم والفنا التيم اللي هو سميناه اكس كلاب. و انتوا عائلة الريس اللي طلعت فاميلي ريس طلعت بالفكره وهلا صار عندنا من كل لبنان تقريبا كله في يفوت على الاكس كلاب، يعني في مشكله وهيك. انت شو بتمارس من هالرياضات اسعد؟ نعمل رابان، نعمل كثير الات، عندنا ارشري كمان. الارشري عملنا منها لعبه، من لعبه كلاسيكيه للعبه فيها موشن، فيها حركه قويه، يعني اهداف متحركه بطريقه كثير بروفيشنال. شو نهار بتستضيفونا بالارشري بس لانه كثير حلوه وهيك بندعيك بتدعيك تيجي لعنا تجرب. بتحس انه في اقبال على هالنوع من الرياضات؟ خاصه لانه صعبين بالنهايه. هلا صعبين بس نحن بناخذهم بليفل الجديد، بناخذهم بليفل اكيد اوطى، في اقبال كثير عليهم خصوصا هلا بالفتره الصيف، يعني العالم بدها تجدد، بدها تشوف اشياء حلوه، تختبر اكسبيرينس جديده، ومثل ما قلت لك الادرينالين عند اللبنانيين بحبوا على طول يعلوا. وانتم بالنسبه للسيلينج مكملين لاي شهر هلا؟ مكملين لاكتوبر بنضل. لاكتوبر ما في رحلات شتويه؟ الشتوية انه حسب الطقس، يعني انه الطقس بيكون كثير قوي ولكن الطقس بيسمح من هلا لاكتوبر. ايه من هلا اكتوبر اكيد بضل رحلات على طول. شكرا لوجودك معنا اسعد الرئيس، وان شاء الله هيك بيستفيدوا المشاهدين من هالتجربه حتى يعرفوا شو يعني السيلينج. بدي اشكركم، بدي اشكر الانسان اللي عرفنا على السيلينج عن جد لانه علمني السيلينج وين سيرف، بوجه له تحيه بيعرف حاله عم يحضرنا اليوم. بقول له هاي وميرسي لان عرفنا هاللعبه الحلوه.
اهلا وسهلا فيكم عقبال ما كل المشاهدين تعرفوا كمان على هالرياضه. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا. بنتوقف مع بريك اعلاني وبنرجع لكم ب ام تي في لايف.